وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية، وصل الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الإليزي، وكان في استقباله الرئيس إيمانويل ماكرون، وكان استقبال يدل على الأخوة والصداقة الشديدة التي تجمع بين الاثنين. كيف ترى زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية باريس ودلالة توقيتها في هذا الوقت الراهن؟ سيادة السفير، السفير محمد عبد الحكم معنا عبر الهاتف. السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، بعد التحية دعني أعيد على حضرتك سؤال مرة أخرى، وخاصة أن وصل الرئيس الآن عبد الفتاح السيسي إلى مقر الإليزي لاستقبال، وكان في استقباله الرئيس إيمانويل ماكرون، وكان هذا الاستقبال يدل على الأخوة والصداقة الشديدة بين الاثنين. كيف ترى زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية باريس ودلالة توقيتها، خاصة وأنها جاءت بعد زيارة كل من ألمانيا وصربيا وبدعوة خاصة من الرئيس الفرنسي؟ يعني اسمح لي بداية حضرتك أشير إلى أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لباريس بتأتي في إطار العلاقات القائمة بين مصر وفرنسا، والتي شهدت نقلة نوعية متميزة للغاية خلال السنوات الثمانية الماضية منذ أن تبوأ السيد الرئيس مسؤولية الحكم في يونيو 2014. وهذه العلاقات المتميزة في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، ونقدر نقول أن أصبح هناك نوع من الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى بين مصر وفرنسا. هذا فضلا عن دورية وانتظام التشاور والتنسيق القائم والمستمر بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون تجاه القضايا الإقليمية والدولية. فرنسا بتنظر لمصر كشريك استراتيجي هام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحجر الزاوية في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. أهمية الزيارة أنها بتأتي في ظل وجود تحديات دولية بتواجه المجتمع الدولي، وفي مقدمة هذه التحديات الأزمة الأوكرانية الروسية، واللي أدت إلى تداعيات سلبية بالنسبة لقضية الأمن الغذائي وقضية أمن الطاقة بالنسبة لأوروبا أولا والعالم ثانيا. زيارة السيد الرئيس النهاردة لفرنسا هي الزيارة التاسعة لسيادته، وده بيؤكد عمق ومتانة العلاقات القائمة بين مصر وفرنسا في كافة المجالات. النهاردة من المتوقع أن تتناول المباحثات أولا العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية. احنا إذا بصينا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين فبنلاقي شراكة اقتصادية في ضوء حجم التبادل التجاري حوالي 3 مليار يورو خلال العام الماضي، وفرنسا بتأتي في المرتبة الـ 12 من بين أهم الشركاء التجاريين لمصر. مصر ثالث أكبر مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة، باستثمارات بتصل إلى 5 مليار يورو. وهنا لابد من أن احنا نشير إلى أن هذه الاستثمارات متنوعة في قطاعات الطاقة، الخدمات المصرفية والبنوك، الصناعات الغذائية والدوائية والنقل والاتصالات والذكاء الاصطناعي. وهذه الاستثمارات بتوفر حوالي 50,000 فرصة عمل في مصر. فرنسا لابد من الإشارة يعني بالنسبة للتعاون في مجال الطاقة، هي شريك كبير لمصر في مجالات الطاقة المتجددة، حيث يشكل هذا القطاع حوالي 10% من الاستثمارات الفرنسية في مصر. ومن المتوقع احنا بنتطلع الى ان ترتفع هذه النسبة خلال السنوات الخمس القادمة الى 20% من اجمالي الاستثمارات. هذا فضلا عن ان هناك تعاون في مجالات انتاج الهيدروجين الاخضر مع مصر. محفظة التعاون التنموي بين مصر وفرنسا خلال فترة من 21 ل 2025 حوالي مليار يورو لتمويل مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة والنقل وتحلية المياه والزراعة والصحة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. خليني حضرتك أشير إلى أيضا إلى مجال من مجالات التعاون المتميز للغاية بين البلدين،
وهو التعاون العسكري الوثيق القائم بين مصر وفرنسا. واحنا عارفين ان فرنسا شريك استراتيجي لمصر في مجالات التسليح، واحنا نتذكر خلال الفتره الماضيه ان مصر قامت بشراء 54 طائره رافال من فرنسا. صحيح. مصر اشترت احدث الفرقاطات من فرنسا للقوات البحريه. وهنا حضرتك خليني اشير ايضا الى ان مصر قامت بشراء حاملات الطائرات جمال عبد الناصر وانور السادات، ومصر اصبحت بعد ذلك واحده من 10 دول في العالم التي تتوفر لديها حاملات طائرات. وده بالاضافه الى المناورات والتدريبات العسكريه مشتركة. المختلفه. صحيح. وخليني حضرتك هنا اشير الى إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو أول رئيس مصري ينجح بامتياز في تنويع مصادر التسليح للقوات المسلحة المصرية وزيادة القدرات والإمكانيات للقوات المسلحة المصرية حتى أصبحت تاسع أكبر قوة عسكرية في العالم. لأن فرنسا تعي بشكل كبير أهمية ودور مصر في مكافحة الإرهاب وبالتالي مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها دول أوروبا. بالطبع، يعني هناك تعاون وثيق في مجالات مكافحة الإرهاب بين مصر وفرنسا، خاصة أن مصر عانت كثيرا من الإرهاب، كما الأمر بالنسبة لفرنسا عانت كثيرا من الإرهاب والحوادث الإرهابية. هناك تعاون وثيق بين مصر وفرنسا في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وفرنسا وكافة أعضاء الاتحاد الأوروبي يثمنون غاليا السياسة المصرية التي أدت إلى وقف الهجرة غير الشرعية من مصر، وذلك اعتبارا من عام 2016 وحتى الآن. خلال المباحثات سوف تشهد أيضا يعني عملية استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ 7 و8 نوفمبر القادم، والاستعدادات اللي بتقوم بها مصر لاستضافة هذه القمة، وأهمية التعاون والتنسيق مع فرنسا بالنسبة لقمة كوب 27 أخذا في الاعتبار اتفاق باريس للتغير المناخي. صحيح. مصر بتستهدف أولا أن تصل بهذه القمة القادمة إلى أفضل النتائج لصالح المجتمع الدولي وحث الأطراف الدولية على تنفيذ الالتزامات والوعود التي وعدت بتنفيذها لمساعدة الدول النامية لمواجهة التغير المناخي، خاصة ان المناخ اصبح جزء من المعادلة في يعني في العلاقات الدولية، واصبح ان السياسة الخليجية الاقتصادية مرتبطة بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخية. بالضبط، يعني احنا النهارده بنتكلم على دبلوماسية البيئة المتعددة الاطراف والتي تركز على مكافحة التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري نظرا للتداعيات السلبية الكبيرة لهذه الظاهرة على الطبيعة وعلى الإنسان وعلى كل شيء في العالم. النهاردة احنا بنتطلع ان نصل بنتائج إيجابية بالنسبة لوقف هذه التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي، واحنا شفنا خلال الأيام القليلة الماضية تأثير ذلك على الدول الأوروبية، فرنسا، البرتغال، أسبانيا، اليونان، إيطاليا، المغرب، الحرائق الكبيرة اللي انتشرت في الغابات في هذه الدول نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وهو الأمر اللي بيتطلب ضرورة حشد الجهود الدولية والتعاون الدولي الوثيق من أجل التوصل إلى النتائج المثمرة المتميزة التي نتطلع إليها في كوب 27 في شرم الشيخ خلال الفترة القادمة. وخليني حضرتك أقول إن هناك يعني تطابق في الرؤى بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس ماكرون تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وخليني هنا حضرتك أشير إلى تطابق الرؤى بالنسبه للموقف من الازمه الليبيه وضروره خروج القوات الاجنبيه والمرتزقه من ليبيا وضروره حل الميليشيات المسلحه المتواجده في ليبيا حتى يتسنى تمهيد الارضيه لاجراء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه في اقرب وقت حتى يتحقق الاستقرار والامن في ليبيا. هناك تطابق في وجهات النظر ايضا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه
حيث تؤيد مصر وفرنسا يؤيدان حل الدولتين، قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 بجوار الدولة الإسرائيلية، مع ضرورة وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. فهناك تطابق في وجهات النظر أيضا بالنسبة للقضية الفلسطينية، وكذلك بالنسبة للأزمة اليمنية والأزمة السورية، وهناك تطابق في وجهات النظر بالنسبة ل ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في المنطقة العربية وفي الشؤون العربية. هناك تعاون وثيق بين مصر وفرنسا في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وهنا لابد ان احنا نؤكد على الدور المحوري وثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وحرص فرنسا والرئيس ماكرون على التشاور والتنسيق مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنسبة لكافة القضايا الإقليمية والدولية. أنا عايز أقول تعاني فرنسا إن تفضلي إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارات سيادته الخارجية وآخرها زيارة سيادته لألمانيا وصربيا، وخلال الزيارات الخارجية السابقة ومشاركة سيادته في كافة المؤتمرات والفعاليات والمنتديات الدولية، سيادته بيؤكد وبيعمل على تعظيم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية ودبلوماسية التنمية الاقتصادية. صحيح. من خلال يعني إصرار ويعني اهتمام السيد الرئيس بلقاء رؤساء كبريات الشركات الدولية من أجل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتدفق هذه الاستثمارات، وتأكيد السيد الرئيس في لقاءات سيادته مع المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الأوروبية على أن مصر بيتوفر لديها البنية التحتية المتميزة التي تحتاج إليها هذه الاستثمارات، أن مصر بيتوفر لديها الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، أن مصر لديها حزمة من الحوافز والامتيازات اللي بتقدمها للاستثمارات الأجنبية. هذا فضلا عن تأكيد السيد الرئيس أيضا في لقاءاته أن مصر حريصة كل الحرص على استعداد لإزالة أي عقبة أو مشكلة من طريق المستثمرين الأجانب حتى يتم زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.